نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شو هذا؟ سلام دارك يا سيفا. جرب على الأرض أرض. أبو صلاح فسح برناردو سيلفا، هذه تفكير. بابا 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 يا عاق. هو يحطم جوارديولا ومانشستر سيتي. ودائما يسجل. دندر يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، الصبر يا صلاح. ربنا يحفظه ويحميه، هتدينا متعة كبيرة. نجريك غلبت النرويج، وقصة الهدف قصيرة جدا لأنه من الحارس إلى صلاح إلى الجول. Yeah,
أهم لقطة في الماتش أن صلاح أخذ صاحبنا برناردو سيلفا فسحه. المصريون لم يحتفلوا بهدف صلاح بقدر ما احتفلوا بالفسحة. فبدأ المصريون بنشر الميمز، فبدأت الفسحة مثلا بأهرامات الجيزة، ولا بد من أخذ برناردو إلى قلعة صلاح الدين ليرى مذبحة المملي والبيئة البحرية والتنوع الحيوي الجميل جدا والأسماك في شرم الشيخ، قبل أن يعيده إلى المطار ليطيل إلى لندن بالسلامة. فكسب برناردو رحلة وجولة سياحية ببلاش. ضحكت انت. كل اللي فات حمادة، وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. عالمي 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 الواد المصري. يعني جوه مانشستر سيتي جبته في دماغي قبل ما يجيبه في الملعب كذا مرة. وبعد 50 إلى 60 عاما سيتحدث الناس عن هذا الهدف. لعب كرة الشارع ده فاد هنا جدا. بنسبة كبيرة. عجباني السبعة أول بتاع اللي رقصها لبرناردو سيلفا. شفت السبعة دي؟ تعرف السبعة عندنا؟ لا بس السبعة يعني تقصد شنو؟ رقم سبعة؟ لا السبعة الرئيسة. ترويصة السبعة. عارفين السبعة بتاعت الحوالي بتاعتنا اللي كرة الشارع اللي هي بالظبط كده زي السبعة. لازم تعمل كده. ما لعبوش في الشارع. ما لعبوش في الشارع. بابا سيلفا يا سيلفا يا سيلفا، سلام ظهرك يا سيلفا. شفت يا برناردو؟ شفت في نفس الماتش في نفس يا ابني الدنيا روعة. اسقطت برجين فاسقطك يا صلاح. جابك على الارض اي بس خلاص مرم. ايه ده ظهرك كله كده قوم خلاص ظهرك كله تسلوها. جاب له بورت الدوحة عندنا. انا بقول لصلاح روح اتفرج على الهدف التاني مستمتع. فنون ادسل يعين الاضرار كورة ولا اروع لابورتاح والكورة يمشي مراوغة اقتناص فرصة مهارة ثم تسديد. بابا سيلفا يا سيلفا يا سيلفا سيلفا تبقى له في تاريخه سلامة فقرة فقرة ظهرك يا سيلفا. اي 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 الثاني ما اروع الثاني عاد لكم الثاني الدبابة صلاح يوصص ضد مانشستر سيتي بالقاضية 2-1 في الدقيقة 77 الدقيقة 77 غوارديولا يتوتر ليفربول يستغل الفرصة برناردو صورة الأسبوع برناردو صورة الأسبوع أسقطت برجين فأسقطك صلاح والدنيا معلوم يوم بيوم. المباراة فرسان وكانت المباراة في الكبار لكبير يبقى كبير يا ولدي. ابو صلاح اقعد انا ابو صلاح من اول شوف لك حتى اقعد فيها. انا قعدت في الانبي كنت معاكم في نفس الفصل. يا ابا العظم غرور مش صلاح معلش قعدوا معانا هنا. اه ده